بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد المطلب ولد مصطفى ولد مبارك. كنا وقف في شارع القدس في مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، ومرقنا تلبية للنداء في شارع القدس، ودخلت علينا القوات القمع المغربية بشتى أنواعها تلاوينها، خبطونا بالأحجار وخبطونا بالبورات، وما خالد بيقى ما دخلوا علينا الديارات وسرقوا اللي فيهم. ما خالد بيقى ما عدوها، وراعي ضريضة كراعي أنا راعاها بالتوية، خبطوني ببراتهم. خالد ملي جرح أخوه جروح، راح ملي هذا الجرح منهم. تعرض للتعنيف من طرف هذه قوات الغزو المغربية، ورانا كندو بهذا التصرف الهمجي اللي كيطال جميع شرائح الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة، ومن هون رانا كندو به وكنقولوا على أن لا بد أن من آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكل الوطن والشهادة.